توقف حركة الملاحة البحرية والجوية، تأجيل بطولة كأس سمو أمير البلاد، وتعطيل لأعمال بعض الجهات الخاصة التي تعمل خلال الفترة المسائية. كل هذا كان بسبب العاصفة الترابية الشديدة التي ضربت مختلف مناطق البلاد خلال ساعتين منذ وصولها من العراق الساعة 12 ظهر اليوم. شدة العاصفة الترابية والغبار الشديد نتج عنه استنفار في الصحة والداخلية، فأعلنت الصحة عن توفر الأدوية الخاصة بالأمراض الناتجة عن الغبار، كما دعت إلى ارتداء الكمامات وإحكام إغلاق النوافذ والأبواب لضمان عدم دخول الغبار للمنازل. الداخلية من جهة أخرى دعت المواطنين للبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. فرغم التحذيرات والاستعدادات، من المتوقع أن يتحسن الطقس الساعة 12 من منتصف الليلة. من الكويت، شهد المتروك،